النمور الآسيوية الأربعة. النمور الآسيوية الأربعة هي الاقتصادات عالية النمو السريعة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، كوريا الجنوبية وتايوان. وقد حافظت النمور الآسيوية الأربعة باستمرار على مستويات عالية من النمو الاقتصادي منذ ستينيات القرن الماضي بفضل الصادرات العالية والتصنيع السريع، وانضمت بشكل جماعي إلى صفوف أغنى دول العالم. تعد هونغ كونغ وسنغافورة من بين أبرز المراكز المالية حاليا على مستوى العالم، بينما تعد كوريا الجنوبية وتايوان مركزين أساسيين للتصنيع العالمي للسيارات والمكونات الإلكترونية، فضلا عن صناعات تكنولوجيا المعلومات. مفاهيم رئيسية: يشار بالنمو الآسيوي الأربعة إلى أربعة دول في شرق آسيا، وهي هونغ كونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان. شهدت الاقتصادات الأربعة هذه معدلات نمو مرتفعة وسط توسع كبير، خاصة بين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولكن النمو ما يزال مستمر إلى يومنا هذا. السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تزدهر النمور الآسيوية الأربعة؟ تشتهر النمور الآسيوية الأربعة، والتي تعرف أيضا باسم التنانين الآسيوية، بخصائص مشتركة، بما في ذلك التركيز الشديد على رفع حجم الصادرات ورفع مستوى التعليم للسكان وتحقيق معدلات ادخار عالية. أثبتت اقتصادات النمو الأربعة قدرتها على الصمود بما يكفي لتحمل الأزمات المحلية، مثل الأزمة المالية الآسيوية والتي حدثت سنة 1997، والأزمات العالمية مثل أزمة الائتمان والتي حدثت سنة 2008. وللإشارة، يصنف صندوق النقد الدولي اقتصاديات النمور الآسيوية الأربعة ضمن الـ35 اقتصادا الأكثر تقدما على مستوى العالم. لنبدأ بكوريا الجنوبية. في ستينيات القرن الماضي كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية مشابها لنصيب الفرد في أفقر الدول في آسيا وإفريقيا، ولكن في العقود الأربعة التي تلت شهدت البلاد نمو كبير متأثرا جزئيا بنظام الحكم الوثيق وقيود الائتمان والواردات الموجهة. وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2018، بلغ إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.5 تريليون دولار، وكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن 35,900 دولار بمعدل نمو بلغ 2.9%. تايوان: على الرغم من علاقتها المثيرة للجدل مع الصين، فقد ازدهرت تايوان على مدار العقود الأربعة الماضية، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2017 فيها أكثر من 50,000 دولار. على الرغم من أن البلاد ليست جزءا من الأمم المتحدة بسبب ضغوط من الصين، إلا أنها برزت كبلد مصدر موثوق به. ساهم ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 580 مليار دولار أمريكي في عام 2017 في جعل هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة واحدة من أقوى الاقتصادات في آسيا. ننتقل إلى هونغ كونغ. تعتبر هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة في الصين، وتتمتع بحرية ممارسة جميع أنشطتها باستثناء الدفاع حتى عام 2047، إذ ستعيد هونغ كونغ والصين تقييم علاقتهما. تشير بيانات البنك الدولي إلى أن البلاد تحتل مكانة عالية بشكل استثنائي على مقاييس الحرية الاقتصادية، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر من 340 مليار دولار أمريكي في سنة 2017، وبمعدل نمو قدره 3.4% وفقا للبنك الدولي. التنين الرابع وهو سنغافورة. على الرغم من أن عدد سكان سنغافورة بلغ 5.5 مليون مواطن فقط، إلا أن إجمالي ناتجها المحلي بلغ 324 مليار دولار في سنة 2017، وبمعدل نمو بلغ 3.9%. تعتبر سنغافورة واحدة من أقل الدول فسادا في العالم، وتتمتع ببيئة تنظيمية شفافة وحقوق ملكية مضمونة بشكل جيد، ما يوفر أمانا تجاريا ذا قيمة للقطاع الخاص. من جهة أخرى، تسمى كل من ماليزيا وتايلاند والفلبين وإندونيسيا أحيانا باقتصادات أشبال النمر، إذ تطورت منذ خمسينيات القرن الماضي بشكل أبطأ من تطور الاقتصاديات النمو الآسيوية الأربع، إلا أنها ورغم ذلك حققت معدلات نمو ثابتة، وذلك وفقا لما ذكره مؤخرا تقرير صادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تمكنت النمور الآسيوية الأربعة
من إدارة أسعار الصرف عبر التحول إلى نماذج المعدلات الثابتة القابلة للتعديل لإحباط أي ارتفاع غير مرحب به يمكن أن يؤثر على اقتصاداتها. على سبيل المثال، قدمت سنغافورة وهونغ كونغ سياسات اقتصادية نيوليبرالية شجعت بسببها التجارة الحرة.